طيب ايه رأيكم لو عندي كنب بالمنظر ده وطلع منها الديستريبيوتورز دول، ان انا ادخل المية من عند كيلو زيرو تكفي مجموعة من الكنلز من الديستريبيوتورز ولوقت معين، وبعدين بعد كده ادخل مية تاني تكفي المجموعة التانية اللي ما اخدتش مية. طيب ده هعمله ازاي؟ هعمله عن طريق بوابات، المنشأ اسمه بارشال ريجليتور وهو عبارة عن بوابات. يعني هدخل المية من عند كيلو زيرو، هبقى قافلة البوابة هنا، والهيد ريجليتورز دول عند سكشن 2 و3 و4 يفتحوا البوابات بتاعتهم والمية تدخل تدي للديستريبيوتري هنا وتدي الديستريبيوتري دي وتدي الديستريبيوتري دي، وبعدين دول يقفلوا الهيد ريجليتورز بتاعتهم ونفتح البوابات هنا وندخل مية تانية تكفي الاريا سيرفت بتاعة الديستريبيوتر اللي عند سيكشن 5 واللي عند سيكشن 6 والدايركت اريجيشن، ودول برضه يفتحوا الهيدرجليترز بتاعتهم وياخدوا المية. هل ده هيبقى هيؤدي الى قطاع اصغر من الاكزامبل اللي خدناه من شويه اللي هو الوان تيرن روتيشن، ولا هيبقى القطاع هو هو، ولا القطاع هيكبر؟ تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ احنا لو دخلنا ميه من هنا صح تكفي اريا سيرفت دول بس، يبقى انا واخده معايا الاريا سيرفت دي بس، يبقى بالتالي كميه الميه اللي داخله هتقل. الحاله اللي بعدها ان الميه داخله تكفي دول بس، وبالتالي هتبقى برضو الاريا سيرفت اقل، وبالتالي ان الكيو هتبقى اقل. يعني القطاع اللي من هنا من البداية هنا هلاقيه ان هو اكيد قل عن القطاع اللي نتج من الوان تيرن روتيشن، او الكيو اللي هنلاقيها لما احسب الكيو هنا هتطلع اقل من ال 9.06 اللي طلعت في وان تيرن روتيشن. طيب ايه الشروط ان انا اعمل التقسيمه دي؟ يعني البارشال ريجليتور ده المفروض يتحط فين علشان يطلع القطاع صغير؟ افضل حاجه ان انا احاول اقسم الديستريبيوتورز دول يبقوا قريبين، لان هم يبقوا قد بعض، يعني اقسم بالنص. طبعا مش هقدر اوصل للنص بالظبط، بس اوصل لاقرب حاجه قريبه من النص، فأجمع كده أشوف دول مجموعهم كام ودول مجموعهم كام، وهل هو مكانه هنا أحسن ولا هنا أحسن ولا هنا أحسن، whatever. الحاجة التانية إن الديستريبيوتورز اللي في منوبة واحدة، التقسيم اللي أنا بقولها دي اسمها منوبة، أو الديستريبيوتورز اللي في نفس المنوبة أو في نفس التيرن لازم يكونوا ورا بعض. يعني أخد 2 مع 3 مع 4، ما ينفعش أخد 2 مع 3 مع 5 وبعدين اقول 4 و6 والدايركت ريجيشن مع بعض، ما ينفعش. هحط البارشال ريجليتور فين علشان نعمل الكلام ده؟ مش هينفع. الملحوظه كمان ان انا ممكن تبقى في ديستريبيوتر كبيره قوي وتبقى هي ترن لوحدها، يعني يعني مش لازم ان يبقى كذا ديستريبيوتر في نفس الترن. يعني ممكن البارشال ريجليتور يبقى هنا مثلا والاقي دي كده لوحدها وكل دول مع بعض، مفيش مشكلة. طيب بالنسبة للإكزامبل اللي احنا مشينا عليه اللي هو وان تيرن روتيشن، هنكمل نفس الإكزامبل عشان نشوف الفرق. هنحط الأرقام بتاعتك أهو. تفتكروا بقى بالوضع ده كده مين أفضل مكان أحط فيه البارشال ريجليتور؟ لو كنتوا حسبتوها هتلاقوا ان الترنز علشان يبقى الارقام اقرب ما يكون لبعض، ان ترن ايه هيبقى 6000 فدان اللي هو 3500 زائد 2500، دول هاخدهم في ترن، والترن التاني اللي هو هيبقوا دول كده مع بعض اللي هو هيبقى 8500. يبقى البارشال ريجليتور هحطه ما بين سيكشن 3 وسيكشن 4، كده الفرق ما بينهم 2500، هو ده اقل تقسيمه ممكن اقسمها عشان يبقى الرقمين قريبين زي ما اتفقنا اقرب ما يكون لبعض. طيب ترن انا هدخل ميه لل 6000 فدان دول زي ما اتفقنا، والمفروض ياخدوا الميه بتاعتهم، وبعد كده هفتح البارشال ريجليتور وادخل ميه لل 8500 فدان. المناوبه
يعني دول كده في المناوبة بتاخد من 4 لـ5 أيام، فدول كده بياخدوا المية بتاعتهم، وبعدين الـ4 5 أيام اللي بعديهم دول ياخدوا المية بتاعتهم، وبعدين نرجع تاني دول ياخدوا المية بتاعتهم 4 5 أيام تانيين وهكذا. من المميزات المناوبات غير إن هي بتصغر القطاع بتاع الكنل، إن هي بتسمح بتهوية جذور النبات إيريشن، وبدل ما يبقى في مشكلة بعد كده في التربة، وإن من التربة تبقى فيها لوجينج دايما ويبقى النبات يتأثر بالموضوع ده. طيب افرض إن المزارع هنا في ترن إيه، المزارع ده مثلا ما فتحش، حصلت الظروف وما فتحش الهيدروجليتر بتاعته وما أخدش المية، وبالتالي لما هاجي أدخل على ترن بي اللي هي قلنا 5 أيام هروي هنا هوت، وبعد 5 أيام أبتدي تاني أدخل أدي المزارعين هنا في ترن إيه، فيبقى ده أخد وقت كتير قوي ما أخدش فيه مية. فأنا بعمل إيه؟ بعمل إن وأنا بروي ترن بي أدخل مية زيادة شوية، بحيث إن لو في حد من ترن إيه ما أخدش الحصة بتاعته ياخدها، يعني وأنا في ترن بي بزود شوية عشان ترن إيه ممكن حد يكون ما أخدش الحصة بتاعته. نفس الكلام وأنا بدي المية لترن إيه بزود مية شوية، بحيث إن أعمل حسابي إن ممكن حد في ترن بي يكون ما أخدش الحصة بتاعته. الزيادة شوية اللي أنا بقول عليها دي نسبة اسمها compensation ratio، alpha compensation ratio، التعريف بتاعها it's added to the area served of each turn from the previous turn. هي بتبقى ما بين 20 لـ40%، ده رقم بيبقى given. وبالتالي وأنا بحسب الاريا سيرفد زي ما انتم شايفين في الجدول كده قدامنا، هتلاقي إن أنا كاتبة ترن A وبعدين ترن B وبعدين A اللي هو ترن A زائد الألفا في ترن B، يعني أنا هعوض وأنا في ترن A هعوض نسبة من B، هزود شوية نسبة من B علشان لو كان B حد فيه ما أخدش ماي. ونفس الكلام B وأنا في ترن B هدخل مية زيادة شوية هي نسبة من ترن A. وبعد كده بكمل الجدول عادي، الاريا سيرفت هشوف مين فيهم اللي هاخدها في الديزاين والووتر ديوتي، وبعد كده احسب الاري. طب تعالوا نشوف نعملها واحده واحده. ترن ايه هو عباره عن انا وانا بدخل الميه هنا، علشان ترن ايه من عند السكشن واحد عند الكيلو زيرو، المفروض هدخل ميه قد ايه؟ هدخل ميه تكفي الاريا سيرفت دي، يبقى من عند سيكشن 0 المفروض وانا في ترن A ادخل ميه تكفي 6000 فدان مجموع دول. طب upstream سيكشن 2، upstream سيكشن 2 لسه ما فيش ولا ديستريبيوتر اخدت ميه، يبقى برضو هو 6000 فدان. downstream سيكشن 2، downstream سيكشن 2 يبقى 3500 اخدوا الحصه بتاعتهم، يبقى هيتبقى لي 6000 ناقص 3500 هيتبقى لي 2500. upstream section 3 هم نفسهم ال 2500، downstream section 3 هيبقى خلاص ال 6000 كلهم اخدوا الحصه بتاعتهم، يبقى هيتبقى لي 0 زي ما هو موجود كده في الجدول. طيب بالنسبه لترن بي وانا بدخل ميه هدخلها برده من عند الكيلو 0 علشان تروح لترن بي. طيب يبقى انا هدخل ميه تكفي قد ايه من هنا؟ تكفي عدد الفدان دول اللي هم 8500 فدان. يبقى هنا 8500 فدان عندي سيكشن 2، سيكشن 2 الابستريم سيكشن 2 برضو 8500 فدان، داون ستريم سيكشن 2 ما تغلطش بقى وتطرح 3500، هي الميه رايحه لفين؟ الميه رايحه لترن بي، يبقى الترن ايه ده ملناش دعوه بيه، يبقى هنا اهوت الميه برضو لسه ماشيه ما وصل علشان تكفي توصل لل 8500 فدان. طيب الميه هتفضل 8500 فدان لغايه فين؟ لغايه upstream section 4 اللي هو ترن بي، هتوصل هنا زي ما هي اللي هي الميه عندي او الاريا سيرفد المخدومه 8500 فدان زي ما انا شايفه في الجدول كده، يبقى لغايه upstream section 4. داون ستريم سيكشن 4 خلاص كده دي ديستريبيوتري في ترن بي، يبقى هتاخد الميه من الـ يبقى دي هنقصها من ال 8500 فدان، يبقى هنا داون ستريم سيكشن 4 ال 3000 اخدوا حصتهم ويتبقى 5500. upstream section 5 هم ال 5500، downstream section 5 ال 1000 دي هتبقى اخدت حصتها، يبقى هيتبقى لي 4500.
upstream section 6 4500، downstream section 6 هيبقوا ال 2500 يتشالوا من ال 4500 يتبقى لي ال 2000 اللي هم دول. اخر سيكشن خالص اتفقنا ان انا ما ينفعش احطه زيرو اللي هو عند سيكشن 7، وبالتالي هقسم ال 2000 على 2 يبقى يتبقى لي 1000. نحسب بقى هنا لو كان جيفن ان الكومبنسيشن ريشيو الفا دي بتساوي 30%، برضو الفيلد ووتر ديوتي ده بيبقى جيفن، يبقى A زائد الفا B هي عبارة عن ايه؟ ال A اللي هي 6000 زائد 3 من 10 اللي هي الفا في 8500، يطلع لي الرقم ده. طبعا هنا هوت برضو في upstream وdownstream، اتفقنا ان الرقم ده هو نفس الرقم ده. الداونستريم هيبقى عبارة عن الألفين ونص زائد التلاتة من عشرة في التمنتلاف خمسمية، الرقم ده هو الرقم ده، وبعدين هنا ترن ايه يبقى زيرو زائد تلاتة من عشرة في تمنتلاف خمسمية، تمام كده. طيب هنا البي زائد ترن ايه زائد ألفا ايه، هيبقى العكس بقى، هيبقى هنا التمنتلاف خمسمية زائد تلاتة من عشرة في 6000 يطلع لي الرقم ده، الرقم ده زي الرقم ده، وهكذا اكمل بنفس السيكونس بحيث ان انا اكمل كل الجدول هنا واكمل كل الجدول هنا. بعد بقى ما عندي هنا هوت ده كده وده كده، مين فيهم بقى ولا اعمل ايه عشان اجيب الاريا سيرفد اللي انا هضربها في الووتر ديوتي عشان اجيب الكيو؟ تفتكروا اعمل ايه؟ مش معقول تكونوا طبعا هتقولوا نجمعهم، وإلا إحنا بنعمل كل الكلام ده ليه يعني؟ إحنا بنعمل كده علشان إحنا أكيد هناخد واحدة فيهم، طب ناخد مين؟ تمام؟ هناخد الأكبر، يبقى أنا هقارن الرقم هنا والرقم اللي هنا وآخد الأكبر. هنا نفس الكلام، أقارن البسط هنا مع البسط هنا وأحط الأكبر، أقارن المقام هنا مع المقام هنا وأحط الأكبر. مش لازم إن الرقم اللي آخده هنا البسط والمقام يبقوا الاتنين من نفس الخانة، يعني ممكن آخد البسط ده ومثلا المقام طلع هو ده الأكبر أحطه وهكذا. ويبقى هنا اتكون الاريا سيرفد تيكن ديزاين كل الكولوم ده، وبعد كده الووتر ديوتي هو نفس الأرقام اللي احنا كانت في وان تيرن روتيشن هتطلع هي، وبنفس الطريقة أقدر أحسب الكيو. احنا عندنا المناوبات ممكن تكون مناوبة ثنائية اللي هي تو تيرن روتيشن، وممكن تكون مناوبة ثلاثية اللي هي ثري تيرن روتيشن. وبالتالي هنا في نفس الاكزامبل يبقى انا محتاج احط 2 بارشال ريجليتور، وبرضو هحاول التقسيمه بحيث ان الثلاثه يبقوا اقرب ما يكون لبعض، فبالتالي هلاقي ان انسب تقسيمه ان 6000 فدان وبعد كده 4000 فدان وبعد كده 4000 ونص فدان، وبالتالي البارشال ريجليتور واحد هيبقى ما بين سكشن 3 و4 وواحد تاني هيبقى ما بين سكشن 5 و6. بنفس الطريقة ان انا عندي ترن ايه المية وهي داخلة من هنا المفروض تدخل تكفي 6000 فدان، يبقى هنا في 6000، upstream section 2 6000، downstream 2500، upstream section 3 2500، وبعد كده زيروهات. طيب بالنسبة للمناوبة بي هي 4000 فدان، المية تدخل من هنا تخدم 4000 فدان، هتفضل 4000 فدان لغاية فين؟ لغاية بداية مناوبة بي أول ديستريبيوتر اللي هي عند سيكشن 4، يبقى هنا 4000، داون ستريم يبقى 1000، هنا يبقى 1000، بعد كده يبقى هنا 0، يبقى هلاقي إن أنا 4000 أهي، وبعدين أب ستريم سيكشن 4 4000، بعدين 1000 1000 و 0. مناوبة سي 4000 ونص، يبقى المية هتدخل تكفي 4000 ونص، هتمشي كل المسافة دي لغاية upstream section 6 بال 4500، downstream section 6 ال 4500 اشيل منهم 2500 يبقى اتبقى 2000، وبعد كده السكشن الاخراني بيبقى 2000 على الاثنين اللي هو 1000. يبقى هنا كل الجدول اهو 4500 لغايه فين؟ لغايه upstream section 6 اللي هو بدايه المناوبه، وداونستريم 2000 وهنا 1000. طيب احط بقى الالفا ازاي؟ هو احنا قلنا تعريف الكومبنسيشن ريشيو ايه؟ هي تعويض للمناوبة وأنا في المناوبة تعويض للمناوبة السابقة لها، يعني وأنا في مناوبة بي عايزة أعوض المناوبة السابقة لها. هي وأنا في ترن بي مين المناوبة اللي قبلها؟ إيه؟ صح كده؟ يبقى أنا لما أجي وأنا في مناوبة بي المفروض أعوض الناس اللي في إيه؟ لأن المناوبات بتمشي إزاي؟ من إيه لبي وبعدين من بي لسي، وبعد ما بخلص سي برجع تاني أروي إيه ومن A لB وهكذا.
يبقى وانا في بي هعوض A، وانا في سي هعوض بي، وانا في A هعوض سي. وبالتالي لما حاجة اكتب الجدول يبقى انا وانا في منوبة A هعوض مين قلت اللي قبلها اللي هي مين سي، يبقى A زائد الفا سي. وانا في B هعوض اللي قبلها اللي هي A، يبقى B زائد الفا A. وانا في C هعوض المنوبة اللي قبلها اللي هي تبقى C زائد الفا B. وبنفس الطريقة اللي فاتت ان انا هكمل برضو الجدول كده للآخر، وبعد كده هقارن التلات خانات دول ببعض واخد الاكبر فيهم، وهنا برضو نفس الكلام وافضل ماشي كده upstream وdownstream لغاية ما اكون الجدول اللي فيه الاريا سيرفد. والكولوم ده هو ده اللي بيتضرب في الووتر ديوتي علشان بعد كده اجيب مين، اجيب الكيو. هنتكلم عن special cases ممكن تقابلنا. اول واحدة ان يكون عند الكيلو زيرو في ديستريبيوتر، يعني انا عندي الديستريبيوتورز دول اول هنا كده من عند سيكشن 2 لغاية الاخر هما نفسهم بتوع الاكزامبل اللي فات، زاد عليهم بس ان عند الكيلو زيرو في ديستريبيوتري وليكن بتخدم 2000 فدان. هيفرق ايه عن الحل اللي فات؟ مش هيفرق حاجة خالص، هو نفس الجدول اللي عملناه للاكزامبل اللي فات هو نفسه هيبقى للاكزامبل الحالي. يعني بمعنى ان ترن A هيفضل 6000 فدان وترن B هيفضل 8500، بس انا هزود هنا في السكتش بلان اللي انا رسمها ده ان ترن A 6000 فدان زائد 2000 فدان، يعني ازود كلمة زائد 2000 فدان بس، لكن الحل هيبقى هو هو، يعني 2000 فدان مش هيدخلوا معايا في الحسابات. السبب في كده ان الديستريبيوتري دي بتاخد المية اول ما افتح الجيت بتاعت سي 1، يعني اول ما افتح الهيدريجليتور بتاعت سي 1 المية بتدخل على طول للألفين فدان دول، وبالتالي المية اللي بتخدم الألفين فدان دول مش بتمشي في سي 1، وعلشان اضطر ان انا اكبر قطاع سي 1 واكبر قيمة الكيو اللي دخلالها، هي مش هتمشي فيها. هي اول ما الهيدرجريتور هنا هيفتح الديستريبيوتري برضه هتفتح الهيدرجريتور بتاعها والمية بتدخل لها على طول، وبالتالي مفيش داعي ان انا اكبر قطاع سي 1 بسبب وجود الديستريبيوتري عند الكيلو زيرو. طب امال انا هكتب ليه هنا ال 2000 فدان؟ علشان وانا باخد المية من المين كانت ابقى معمول حساب ان انا هاخد المية اللي تكفي سي 1 والمية بتاعت ال 2000 فدان دول، يعني كأن ال 2000 فدان دول اللي بياخدوا المية على طول من المين، بس انا ما اقدرش طبعا احط ديستريبيوتري زي ما انتم عارفين، ما اقدرش احط ديستريبيوتري على المين كانت، فلازم تتحط على البرانش. والمية اللي داخله من المين داخل السي 1 يبقى معمول حسابها ان هي هتكفي سي 1 بلس الديستريبيوتري اللي هي ال 2000 فدان. الحاجة التانية ان ممكن يكونوا تو ديستريبيوتريز خارجين من نفس النقطة، وليكن مثلا ال 2500 وال 3000 دول خارجين من نفس النقطة زي الاكزامبل ده كده. هل معنى كده ان لازم ترن A يبقى التلاتة دول مع بعض؟ يعني يبقى كده ترن A وكده ترن B، يعني انا مجبرة علشان هما دول خارجين من نفس النقطة ان هما يكونوا في نفس الترن؟ لا مش مجبرة، انا ممكن اعمل ازاحه لواحده فيهم جهه سيكشن 2، يعني اعمل ازاحه دي او اعمل ازاحه دي، وبحيث ان يبقى في فرق ما بينهم، المكان الفرق ده بيبقى مجرد امتار ان انا اقدر احط فيه المنشا اللي هو بارشال ريجليتور. طيب هعمل ازاحه ال 3000 فدان هي اللي تبقى هنا ولا ال 2500 هم اللي يبقوا هنا؟ اعمل الانسب، يعني هو الانسب ان قلنا ان احنا نحاول الترنات يبقوا اقرب ما يكون لبعض، يعني او يبقى مقسومين قريبين من ان هم يكونوا نص بالنص. طيب فهل احط هنا ال 6000 الانسب سوري ال 3000 وهي اللي تتجمع مع ال 3500 يبقى الرقم ده 6500، ولا الاحسن ال 2500 هي اللي تتحط هنا ويبقى الرقم ده 6؟ طبعا الانسب ان انا احط هنا ال 3000 لان كده ترن ايه هيبقى 6500 وترن بي هيبقى 8000، هيبقى الفرق ما بينهم 1500، يعني مش زي الحاله دي. الحاله دي انا كنت مجبره على الوضع ده لان سيكشن 3 هو القريب لسيكشن 2 فلازم يبقى هو ده ترن ايه ولازم ده يبقى ترن بي، انما في الحاله دي لو في ايدي ان انا ممكن
اخلي ال 3000 هي اللي مع ال 3000 ونص، وال 2000 ونص هي اللي في ترم بي، واحط البارشال ريجليتور ما بينهم. احنا قلنا الحل في ال 2 turn rotation لنفس الاكزامبل اللي بنتكلم عليه، كان البارشال ريجليتور ما بين سيكشن 3 وسيكشن 4، ده افضل مكان ليه. طب لو كان من السينوبتك، الشكل السينوبتك شكل عامل كده، في دروب هنا جاست داون ستريم سيكشن 4، يعني في جاست داون ستريم سيكشن 4 في منشأ اللي هو الوير مثلا، كان دروب نص متر. طيب معنى كده ان في هنا بارشال ريجليتور وفي هنا منشأ تاني الوير. طب البارشال ريجليتور البوابات بتاعته هي نفسها ممكن اعمل بيها دروب، وبالتالي ممكن ان انا احرك البارشال ريجليتور ده هنا، يبقى جاست داون ستريم سيكشن 4 زي الحل ده كده، وبالتالي اعمل منشأ واحد بدل ما اعمل منشأين بارشال ريجليتور وير. لا، البارشال ريجليتور هو هيحل محل الوير، والسينوبتيك بدل ما انا كاتبه هنا وير اكتب بارشال ريجليتور، وبالتالي كده انا وفرت منشأ. هنا الترن ايه، بدل ما هو 6000 هيبقى 9000، وترن بي هيبقى 5500. الفرق بينهم اكبر من الحالة دي، يعني الحالة دي احنا قلنا كده ده الاوبتيمم، الحالة دي الفرق اكبر. بس احنا كنا بنقول ليه ان الترن ايه وترن بي يبقوا اقرب لبعض، اقرب حاجة لبعض، هو ده افضل علشان نقلل القطاع بتاع الكروس سيكشن. فانا لما يبقى هزود الفرق شوية صغيرين بس، بالتالي انا عملت سيفينج ان انا قللت عدد المنشآت. فطبعا الحل في الحالة دي، الحل ده هو الافضل. فدايما اخد بالي من السينوبتيك شكله في ايه، لو كان في دروب او في رايز زي ما هنشوف، احاول اخلي مكان المناوبة او مكان البارشال ريجليتور بتاعي هو نفس المكان الدروب او الرايز اللي موجود في السينوبتك. لغاية امتى ممكن اعمل كده؟ ان لو جمعت كل عدد الافدنة اللي بتخدمهم الكانال سي 1، ممكن اقسمه التلت والتلتين، يعني مش النص والنص، يعني وصلت للتلت والتلتين بحيث ان انا هعمل سيفنج المنشأ، فده كويس. طبعا اخد بالي ان البارشال ريجليتور هنا مكانه لما حطيته، ما حطيتوش بقى في اي مكان بين سيكشن 4 وسيكشن 5، لا، هو مكانه فين؟ جاست داون ستريم سيكشن 4 زي ما هو هنا بالظبط في السينوبتك. نفس الوضع لو كان السينوبتك بدل ما كان فيه دروب ما بين 4 و5 زي ما شفنا، كان فيه رايز مثلا جاست اب ستريم سيكشن 5 زي الحاله دي. فالرايز ده مش وير، الرايز ده ايه؟ ده بامب ستيشن. طيب البامب ستيشن هي فيها بوابات اقدر استخدمها تعمل عمل البارشال ريجليتور في نفس الوقت، يعني تقدر ان هي البوابات دي تتقفل واعمل بيها المناوبات وهكذا. فبالتالي مش هحط هنا بقى المنشأ مسموش بارشال ريجليتور، لا، هي البامب ستيشن هستغلها واخليها هي البوابات بتاعتها اللي اتحكم فيها بيها في المناوبه، وبالتالي برضو هيبقى ده 9000 في المناوبة الأولانية، والمناوبة التانية هتبقى 5500. وهيخلي بالي البامب ستيشن مكانها فين في السينوبتيك، زي لو الحل زي هنا كده جاست اب ستريم سيكشن 5، يبقى المفروض احط مكانها هنا جاست اب ستريم سيكشن 5. الكلام اللي فات ده كله كان عن الكانلز، والكانلز هي اللي قلنا فيها مناوبات ممكن تبقى 1 تيرن، انما غالبا بتبقى يا اما 2 تيرن يا اما 3 تيرن روتيشن. بالنسبة للدرين، الدرين معلهوش مناوبات. يعني ايه معلهوش مناوبات؟ يعني ما فيش عليه منشأ، يعني هنا الكنال عليها بارشال ريجليتور بقدر اتحكم بيه مين اللي يبقى الكنالز اللي فيها مية ومين الكنالز اللي ما فيهاش مية. انما الدرين ما بيبقاش عليه منشأ اقدر اتحكم انهي درينز اللي تنزل في مية وانهي درينز اللي ما يبقاش فيها مية. وبالتالي الدرينز الماينور درينز لو فيهم ميه على طول هينزلوا للميجور درين، علشان كده بتقول ان هي ما عليهاش ترنات، فهي هتلاقي ان هو جدول واحد بس الموجود للدرين، طريقه واحده بس للحساب. الكيو بتاعه الدرين بتساوي برضو الاريا سيرف في الدرينج فاكتور على 24 في 60 في 60. طيب الدرينج فاكتور ده هو عباره عن ايه؟ هو نسبة من الفيلد ووتر ديوتي، ده طبيعي. يعني ما هو الدرين مثلا دي 2 4، هيجي له مية منين؟
سي واحد اتنين بعد ما هتروي المنطقة دي، المية الزيادة اللي ما أخدهاش النبات يعني اللي ما أخدهاش من الفيلد ووتر ديوتي ما استفادش بيها، هي اللي هتروح على المصرف دي 2.4، وبالتالي يبقى الدرينج فاكتور هو نسبة من الفيلد ووتر ديوتي. طب النسبة دي قد إيه؟ تفتكروا هيبقى مين أكتر النسبة اللي هتتبقى لو كان في الصعيد ولا في الدلتا ولا زي بعض؟ يعني ليه هيبقى في فرق؟ الصعيد طبعا حر أكتر بكتير، درجة الحرارة أعلى، فهل في درجة الحرارة الأعلى المية اللي متبقية وهتنزل في الدرينز هتبقى أكتر ولا أقل؟ هتبقى طبعا أقل، علشان كده هنلاقي إن في الأبر إيجيبت اللي هو الصعيد الكي ب30%، في الميدل 40%، في اللور إيجيبت الدلتا 50%. طيب الدرينج فاكتور ده هو قيمته كده لو كانت الاريا سيرفد ان لاند اريجيتد باي 1 تيرن روتيشن. يعني ايه؟ يعني انا عندي الكنال دي ومفيش، لو كان مفيش البشر ريجليتور هتبقى الكنال دي 1 تيرن روتيشن، وبالتالي الكنال سي 1-1 وسي 1-2 و1-3 و1-4 فيهم ميه في نفس الوقت، وبالتالي الدرينز دي 2-1 دي 2-2 دي 2-3 دي 2-4 دي 2-5 فيهم ميه في نفس الوقت، فهيبقى ساعتها كل الاريا دي، كل الاريا سيرفت دي للدرين هتدخل معايا، لان انا لما باخد الاريا سيرفت بتاعت دي 2-1 وبتاعت دي 2-2 اللي هي المساحه دي، دي 2-3 دي 2-4 دي 2-5، كل الاريا سيرفت دي هتدخل معايا في الحساب. طيب تعالي نشوف الوضع التاني. الوضع التاني ان يبقى فيه هنا partial regulator، فالكنال اللي قصاد الدرين، البرانش كنال اللي قصاد الميجور درين عليها منوب، عليها منوبتين تو تيرن روتيشن، وبالتالي الوضع هيبقى ازاي؟ هيبقى في حالة ان سي واحد واحد وسي واحد اتنين فيهم ماي، وبالتالي يبقى ساعتها دي 2-4 ودي 2-5 فيهم ميه، يبقى الاريا سيرفد هتبقى الجزء ده والجزء ده، صح؟ الجزء ده كده ده ما فيهوش ميه، لان سي 1-3 وسي 1-4 ما اخدوش الميه بتاعتهم، وبالتالي المصارف دي 2-3 ودي 2-2 ودي 2-1 ما فيهمش ميه، يبقى الاريا سيرفد هنا ايه؟ قد ايه؟ نص الحالة دي، صح كده؟ طيب هي نص، لا هي اكتر شوية، لان انا قلنا ان المية ممكن هتبقى زيادة شوية بسبب الكومبنسيشن ريشيو اللي انا بديها لكل ترن عن الترن اللي قبليه اللي هي الفا، وبالتالي هيبقى القانون بتاع الـ area served in land irrigated by two turn rotation هو ده، 1 زائد الفا اللي هي اللي زودتها عشان الكومبنسيشن ريشيو، والنص علشان الاريا هي تقريبا نص الاريا سيرفت بتاعتي. طب لو كان 3 تيرن روتيشن هيبقى متوقعين هيبقى ايه؟ هيبقى زي ده، اللي هيختلف النص دي هغيرها تبقى كام؟ تبقى تلت. هناخد اكزامبل بالارقام علشان نعرف الكيو بتاعت الدريم بنوصل بنوصل لها ازاي. ده ميجور درين وبتصب فيه الماينور درينز بالمنظر ده كده، وفيه هنا دايركت درينج 1000 فدان، وفيه هنا دايركت درينج 2000 فدان. احنا قلنا ان مش مستحب يبقى فيه دايركت درينج في وسط الدرين، بس الحالة دي بتبقى احيانا موجودة. ده سكتش بلان. سكتش بلان بيشمل ايه؟ يشمل ان انت ترسم الميجور درين وتحط الماينورز، كل ماينور تحط القيمة اللي بيخدمها قد ايه، تحط المنشآت، يعني هنا في اوت فول نحط السهم ده وده الاوت فول، تحط ارقام السكيشن هنا 1 2 3 وهكذا. نفس الكلام في السكتش بلان للكانلز. المفروض ان انا السكتش بلان ده اللي هو ايه، ان انا الاقي في الكانل بقى هنا في هيد ريجليتور، هنا في تلسكيب، لو كان تو تيرن يبقى اشوف مكان البشر ريجليتور يبقى مكانه صح زي ما اتفقنا، جاست اب ستريم سيكشن جاست داون ستريم سيكشن مكانه يبقى صح،
لو كان زي ما قلنا لو كان في رايز او في دروب. الترنات اقول الترن A بيساوي كذا، ترن B بيساوي كذا. السكتش بلان ده مش بيتعمل بمقياس رسم، انت بترسمه فري يعني، بس المهم ان انا المعلومات اللي انا قلتها دي تبقى هي كلها موجودة في السكتش بلان. طيب المية في الدرين طبعا ماشية في اتجاه الاوت فول، يعني ماشية كده في الاتجاه ده تمام، وبتصب في الاوت فول هنا هوت، تصب المية في المين درين. فبالتالي الترقيم السكاشن اللي هو السكاشن بتترقم من عند الكيلو زيرو، من عند الاوت فول ده الكيلو زيرو بتاع الدرين، سكشن 1 2 3 4، فترقيم السكاشن عكس اتجاه الفلو. وبالتالي هلاقي ان انا الابستريم، يعني انا وانا ماشيه كده هلاقي هو ده الابستريم بتاع سكشن 5 وده داون ستريم سكشن 5، لان الميه ماشيه كده، يبقى ده الابستريم وده الداون ستريم، ده الابستريم ده الداون ستريم وهكذا. هنا ده الابستريم بتاع السكشن الاولاني، داون ستريم اللي هو بعد ما ينزل في الدرين اللي بيصب فيه، هنا ده الداون ستريم. لو تفتكروا ده عكس الكنال، الكنال كان هو ده الابستريم وهو ده الداون ستريم، ليه؟ لان كانت المايه ماشيه في الاتجاه ده. طيب نشوف الجدول، الجدول برضه هنحط الكيلومترز، هنحط ارقام السكاشن. عند الكيلو زيرو المفروض الدرين الميجور درين يكون جمع المية بتاعت كم فدان، يعني كم فدان بيخدموا الميجور درين ده وجمع المية من الماينور، كل دول صح، كل دول صبوا فيه، يبقى هنا هوت عند السكشن ده هو المجموع بتاع كل الاريا سيرفيد دي اللي هو كام، 9500 فدان. طيب داون ستريم سكشن 2 برضو هما 9500 فدان. طب ابستريم سكشن 2، ابستريم سكشن 2 كان ده وده 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 كلهم صبوا في الميجور درين، لكن ال 2500 لسه ما صبش في الميجور درين، وبالتالي يبقى ابستريم سكشن 2 هو 9500 ناقص ال 2500 يبقى كام؟ يبقى 7000. طيب هنا داون ستريم سيكشن 3 مفيش حاجة صبت ما بين الأب ستريم هنا والداون ستريم، يبقى هما نفسهم 7000. أب ستريم سيكشن 3 مين اللي صب؟ ده وده وده وده، يبقى هما 7000 ناقص مين؟ ناقص الألف، يبقى 6000. طيب داون ستريم سيكشن 4 هل هو نفسه أب ستريم سيكشن 3؟ يعني الرقم ده المفروض ألاقيه هو زي ده؟ لا مش هلاقيه زيه. ليه هنا؟ لان في هنا ايه دايركت درينج، وبالتالي ال 2000 فدان هو ده اللي عمل فرق، ان اب ستريم سيكشن 3 اللي هو ال 6000، الداون ستريم بقى 4000. الرقم ده مش هو نفس الرقم ده زي ما متعودين، علشان في دايركت درينج. الموضوع ده ما بيحصلش ابدا في الكانلز، لان ما فيش دايركت اريجيشن ابدا، تلاقيه في النص كده، لكن ممكن يحصل في الدرين علشان في دايركت درينج في النص، ممكن يحصل، هو مش حل كويس بس موجود. في السكشن 4 وصلنا الابستريم، يبقى كام درين صب اللي هو ال 2000 وال 1000، يبقى هلاقي ان الرقم 3000 وهكذا لغايه ما نوصل عند السكشن الاخراني. المفروض قلنا يبقى فيه زيرو، بس احنا ما بناخدوش زيرو، بناخده ايه الرقم اللي قبليه على الاتنين، يبقى هو بيساوي 500. طيب لو تلاحظوا انا الاريا سيرفيت ما جبتش سيره، ما قلتش منطقه الدرين دي بتخدم في منطقه زراعيه قدامها كنل، الكنل دي عليها 2 تيرن او 3 تيرن، وما جبتش سيره الكلام ده خالص، انا حسبت الاريا سيرفيت واحده. وبعدين هعوض بقى ان انا الاريا سيرفيت دي هتتحول للنص بس او التلت او كده بايه؟ بالدرينج فاكتور. يبقى الدرينج فاكتور هو الرقم اللي هيحدد لي قد ايه من الاريا سيرفيت دي هتتاخد. وبالتالي الدرينج فاكتور ده لو كانت الدرين ده موجود او بيخدم منطقه زراعيه، الكنال اللي قصاده اللي بتروي الديستريبيوتريز، وبالتالي الديستريبيوتريز دي بترمي في الماينورز دول، لو كانت الكنال عليها 2 تيرن روتيشن
يبقى الدرينج فاكتور هنا هاخد القانون اللي هو فيه نص. لو كانت الكانال اللي بتروي قدامه في عليها 3 تيرن روتيشن، يبقى الدرينج فاكتور ده هو ده هضربه في تلت. لو كانت ما عليهاش اي روتيشن يبقى هيبقى هو القانون اللي هو كي في الفيلد ووتر ديوتي. وبالتالي هو هي نفس طريقة الحساب، الاريا سيرف دي هتبقى هي واحدة لأي اكزامبل عليه درين، مش هتفرق خالص. اللي هيفرق معايا الدرينج فاكتور، ابص اشوف المنطقة اللي بيخدم فيها الميجور درين ده، هل الكانال اللي قصاده بتروي 2 تيرن ولا 3 تيرن ولا موقفها ايه، وبعد كده احسب الكيو. كده احنا نهاية المحاضرة النهاردة، نبقى قدرنا وصلنا للكيو بتاعة الكانال، وقدرنا وصلنا للكيو بتاعة الدرين، وعرفنا ان الكانال فيها ممكن تبقى 1 تيرن او 2 تيرن او 3 تيرن، والدرين ما عليهوش اي ترنات. والمحاضرة الجاية ان شاء الله من الكيو دي هنكمل ونعرف نجيب ازاي البيدويتس والووتر ديبس. السلام عليكم.